طبعا المعسكر كويس جدا، الاوتيل كويس جدا، الريكفري كل حاجة ماشية بشكل كويس جدا. طبعا دي اول حاجة. تاني حاجة الملعب مش بعيد طبعا عن الاوتيل، فده يعني ده مريحنا كلعيبة. طبعا تاني حاجة طبعا بنقابل ناس كتيرة جدا من جمهور هنا، يمكن حتى المسؤولين كانوا موجودين في النادي الاهلي من فترة طويلة، قابلناهم هنا برضو. يعني في حالة حب وود كبيرة بنشوفها، وده مش غريب يعني على المكان اللي احنا موجودين فيه هنا، ومش غريب على النادي الاهلي وجمهوره اللي موجود في كل حتة. فانا شايف ان هو معسكر ناجح جدا، اتمنى ان شاء الله باذن الله ان هو يخلص على خير. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان كل اللعيبة تستفاد خلال فترة المعسكر، لان ده في الاخر ان شاء الله باذن الله هيرجع على الفريق وعلى اداء الفريق، لان احنا عندنا مباريات مهمة جدا خلال الفترة الجاية، اذا كان مع النادي في الدوري او في بطولة افريقيا. طبعا يمكن عشان معانا مدرب جديد، ففترة توقف مهمة جدا بالنسبة له هو في البداية، ومهمة لكل اللعيبة الموجودة. يعني أنا شايف إن اللعيبة الموجودة دي فترة كويسة جدا، إن الراجل يتعرف على كل اللعيبة، يتعرف على إمكانيات اللعيبة. بنتمرن كل يوم، بناخد وقتنا في التمرين، نطبق كل حاجة المدرب عايزها، مستمتعين بالمعسكر، مستمتعين بالأجواء، مستمتعين بالملاعب اللي بنتمرن عليها طبعا. فانا شايف ان ده هيفرق جدا، اذا كان مع المدير الفني او مع اللعيبه او معانا كتيم كامل خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. انا شايف ان تجربه مستر فايلر مع الفريق ناس كتيره شايفاها ناجحه، الجمهور مبسوط، لان طبعا الراجل ابتدى بمباراه سوبر وجاب بطوله للنادي على حساب نادي الزمالك، فدي بتمثل للجمهور بطولة خاصة، مكسب مباراة زي كده. شفنا بعدها المباراة اللي بعدها الأهلي يقدم أداء كويس جدا مع المدرب، فطبعا الناس كلها مبسوطة. لكن أنا شايف إن في سبورت للمدرب بشكل كبير جدا، ودي حاجة منجحة المدرب، ودي حاجة موصلة واصلة للعيبة، فاللعيبة كلها بتثق في المدرب. أنا شايف بره الفنيات كلها، أنا شايف إن هو شخصية محترمة جدا، بيتعامل مع اللعيبة بشكل كويس جدا. بره الملعب حابين شخصيته، فانا شايف ان هو هينجح مع النادي الاهلي. عنده مدرب عنده مواصفات كويسه جدا، عنده امكانيات كويسه جدا، شخصيته حتى محبوبه عند اللعيبه كلها، فكلنا مرتاحين معاه. لكن هو الفتره اللي احنا موجودين فيها بيتكلم معاه بشكل كويس جدا، بيتكلم معايا كتير جدا، مبسوط من تمريني، مبسوط من ادائي خلال الفتره اللي فاتت دي، وانا مركز خلال الفتره دي ان شاء الله باذن الله ان انا ابقى موجود ان شاء الله باذن الله، وارجع مكان الاساسي تاني ان شاء الله. هو كل لعيب بيبقى ليه شخصيه معينه، كل لعيب بيحب ان هو المدرب يتعامل معاه بشكل معين. انا من نوعيه اللعيبه اللي ممكن كلمه قليله جدا ممكن حد يقولها لي تطلع لي السما وتخليني مركز وتخليني عايز وتخليني اتمرن بشكل كويس. فالراجل بصراحه الفتره دي انا مبسوط، يعني انا كصالح اتكلم عن نفسي، انا مبسوط جدا من طريقه التعامل اللي بيتعامل بيها المدير الفني معايا خلال الفتره دي، ودي اللي مداني نقطه ايجابيه ان انا ابقى كويس في التمرين، اتمرن بشكل كويس، ان انا ادوس خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. خلال الفتره اللي فاتت في ناس كتير بتتكلم، في ناس كتير، صالح قاعد، صالح ماشي، مشكله صالح عنده مشكله مع المدير الفني، صالح عنده مشكله مع مدير الكوره، صالح ما بطلعش ارد على حد بالظبط خالص. انا شايف ان الملعب هو يعني هو اقصر طريق ان انت تتكلم بيه. انا طبعا اللي خلاني حتى موجود النهارده ان الموقع الرسمي بتاع النادي، انتوا اقرب ناس ليا، اقرب ناس شايفين صالح في التمرين، شايفين الدنيا ماشيه ازاي، فده اللي خلاني ابقى موجود النهارده. لكن انا عامه ما بحبش اتكلم كتير، وشايف ان الملعب وشايف ادائي خلال الفتره اللي جايه هو اللي هيتكلم عني. هو طبعا الافضل هو اللي بيبقى موجود، وانا يعني انا ما كانش عندي مشكله مع اي لعيب، هي دايما مشكلتي بتبقى مع نفسي، انا اللي ببعد نفسي وانا اللي بقرب نفسي، انا لما بركز وببقى عايز يعني والله. لا وبجد ما يعني ما احترامي لكل الناس اللي موجوده في مكاني، في مصر كلها احترم كل اللعيبه الموجوده في مكاني، بس فعلا فعلا لما انا بركز واقفل على نفسي الموضوع بيبقى بالنسبه لي مختلف، ما بيبقاش عندي مشكله مع اللعيبه خالص. بالعكس شفنا الفتره اللي فاتت لما رجعت كنت بعيد مع لسارتي، واحده واحده تمرين واجتهدت دخلت واحده واحده، قبلها لما اجتهدت وبرضه ركزت في تمرين والكلام ده كله، دخلت في الفرقه وكنت اساسي والكلام ده كله. دايما المشكله بتبقى من عندنا، مش من عند المدرب او مش عند مش او مش عند اللعيبه الثانيه خالص. يعني طبيعي ان انت تبقى بعيد او مش بعيد، يعني ان انت تبقى اللعيب الوحيد اللي في قائمه النادي الاهلي ما شاركتش، طبيعي. يعني انا من وجهه نظري ان الناس لازم تبتدي تشك
لا موجود مش موجود، صالح قاعد، صالح ماشي، عروض احتراف، صالح كل الكلام ده. لكن انا قافل القصه دي خلاص، انا مكمل مع النادي الاهلي ومبسوط في النادي الاهلي. وفتره عدم مشاركتي دي هي فتره هتبقى بالنسبه لي فتره قصيره بس مش اكتر. يعني انا بالنسبه لي شايف ان النادي الاهلي هو هي المنظومه الوحيده اللي ناجحه في مصر او في الشرق الاوسط كله، والنادي الوحيد اللي هو ممكن يساعدك ان تحقق طموحك كلاعب. انا جددت مع النادي الاهلي على بياض قبل ما اسافر السعوديه، قبل ما اسافر فتره الاعاره بتاعت الفيصلي السعودي جددت على بياض، ولما رجعت حطينا 3 سنين. السنه دي النادي الاهلي عنده قائمه قويه جدا، اقوى من الموسم اللي فات واقوى من الموسم اللي قبله. الموسم اللي قبل اللي فات وصلنا فاينل، واللي قبله وصلنا فاينل. انا شايف ان القائمه الموجوده في النادي الاهلي السنه دي اقوى من السنتين اللي احنا وصلنا فيهم فاينل. فانا متفائل يعني، حتى مع المدير الفني الجديد انا متفائل ان احنا ان شاء الله باذن الله هننافس بقوه السنه دي على البطوله، وخاصه ان شاء الله باذن الله النهائي هيبقى في ملعب واحد يعني.